بطولة الجمهورية كمان كنت بتلعبوها في اسكندرية، ليه كانت صعبة من وجهة نظرك؟ يعني عشان الاجواء وكده يعني، واحنا مش في ملعبنا يعني وكده. اول مره تسافروا؟ لا سافرنا قبل كده كتير، بس اول مره نلعب ماتشات رسميه في اسكندريه، ما كناش بنلعب ماتشات رسميه في اسكندريه. لا تسافروا بطوله ودوري مجمعه اول مره نبات يعني اول مره تقعدوا معسكر هناك كنا بنروح نلعب ماتشات وديه ونرجع عادي، لكن اول مره نقعد ونبات اسبوع وكده يعني. طيب والماتشات كانت في صاله ايه فاكر؟ كان يعني اغلبها كانت في سموحه، واخر ماتشين بس الفاينل كان في سبورتنج اظن. وبس، وكان في ماتش الاول ما اتصورش كان في طب اصعب ماتش كان من وجهه نظرك يا زياد؟ سبورتنج. ليه بتقول كده؟ ليه بتقول انه اصعب ماتش؟ قعدت انت سرحت شويه كده وقعدت تبص يمين وشمال. ما اعرفش بس يعني فرقه كويسه؟ فرقه كويسه طبعا سبورتنج وبتاع. ما اعرفش بس انا شايف ان ده اصعب ماتش يعني. طب قول لي يا زياد، انا لما بتفرج عليك وبشوفك يعني بتلعب، انت ما شاء الله عندك يعني موهبه، موهوب، وعندك يعني بتلعب واحد على واحد كويس، سريع في الفاست بريك. يعني مين اللي علمك ده؟ مين اللي قال لك ده؟ مين من المدربين اللي قال لك اعمل كده خليك سريع والعب وان وان؟ يعني مين اللي وجهك؟ مين اللي ساب لك البصمه دي او اثر عليك؟ يعني مدربين كتير. مين المدربين؟ قول لي. كابتن احمد اسماعيل. كابتن احمد اسماعيل. كابتن احمد اسماعيل هو اللي اسسني كويس طبعا، انا كنت صغير ساعتها. تمام. وكابتن اسلام علي طبعا، وكل المدربين اللي مرنوني يعني كان ليهم دور معايا. طب وكابتن اسلام اكتر حاجه بينصحك بيها ايه في الملعب؟ يعني اكتر دايما يقول لك الديفنس. ها بتضحك ليه طيب؟ عادي. الديفنس طبعا اكيد هو اهم حاجه، صح ولا انا غلطان؟ بتحب الثلاثه بونت؟ بحبها. تحب كده لما تشوط الكره وتروح تنزل في الشبكه؟ اول ما تيجي تتابونت انت ابتسمت وضحكت جامد قوي. ها تتابونت اللعيبه كلها بتحبها. طيب انا في موقف كده بس هروح